نعم بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي منذ ليلة أمس لم ينتهي من إطلاق قذائفه وإطلاق الصواريخ باتجاه مخيم جباليا، تحديدا منطقة تل الزعتر ومنطقة السكة ومنطقة القصاصيب أيضا في جباليا البلد ومنطقة التفاح الدرج، وتلك المناطق التي يتواجد الاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا زال التوغل ومحاولات التوغل مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق، خاصة أن الاحتلال منذ الليل وهو يمارس عمليات التجريف في تلك المناطق، لا سيما في منطقة الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا. الاحتلال الإسرائيلي أيضا منذ ساعات الليل وهو يطلق قذائف دخانية باتجاه مربع مراكز الإيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، هذه القذائف التي تحدث أيضا حرائق في تلك المناطق ومنذ ساعات الليل، واندلاع كبير للحرائق وتصاعد لألسنة الدخان في مناطق شمال قطاع غزة، تحديدا المناطق الموازية لمربع مدارس الإيواء في منطقة مخيم جباليا، حيث نتواجد تحديدا وسط معسكر جباليا، تلك المنطقة الجغرافية الصغيرة التي حشر الاحتلال الإسرائيلي فيها مئات آلاف المواطنين دون الاستطاعة على التحرك من تلك المنطقة، خاصة أننا نتواجد بأمتار قليلة لا يمكننا التحرك من هذا المكان. الاحتلال الإسرائيلي يحاصرنا من كل جانب ومن كل مكان، خاصة بعد محاولته السيطرة والإطباق أيضا على منطقة جباليا البلد وحي الدرج والتفاح في أكثر من محور، لا سيما المحور الشمال الشرقي تحديدا من منطقة زرمو ومن منطقة أيضا دوار القرم نزولا إلى بعض المناطق في جباليا البلد. هناك بعض المناشدات التي تصلنا من عديد من المناطق في جباليا البلد، لا سيما مفترق الحلبي في منطقة جباليا البلد، حيث أن هذه المنطقة هي مكتظة بشكل كبير بالسكان وبالنازحين الذين ما زالوا في بيوتهم لم يغادروها في مناطق جباليا البلد الاحتلال الإسرائيلي، والآن أيضا بينما نحن نتحدث هناك يصل مئات النازحين من تلك المناطق هربا من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ومن قناصته التي تطلق النار باتجاه منازل المواطنين وباتجاه أيضا تجمعات المواطنين في مناطق جباليا البلد. هذه الزحوف أو هؤلاء المواطنين الذين ينزحون باتجاه وسط معسكر جباليا ولا مفر في كافة مناطق شمال قطاع غزة إلا تلك المنطقة التي نتواجد فيها، بمعنى إذا دخل الاحتلال الإسرائيلي إذا إلى وسط معسكر جباليا لا يوجد أي مكان آخر ممكن الذهاب إليه في تلك المنطقة، فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يعني يطبق بهذا على كافة المواطنين في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يطبق على عديد من المناطق سواء عبر تواجد الآليات والدبابات في تلك المناطق أو حتى عبر طائرات الكواد كابتر المتواجدة فوقنا وهي تطلق الرصاص بشكل مستمر باتجاه المواطنين الذين يتواجدون حولنا ويتواجدون في عديد من المناطق، يعني عديد من المناطق التي لا زال الاحتلال الإسرائيلي يتواجد فيها، لا سيما في منطقة الشمال الشرقي تحديدا منطقة بيت حانون ومنطقة الشيخ زايد ومربع المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، أيضا في منطقة الفالوجة وصلنا قبل قليل بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت قليلا في منطقة الفالوجة تحديدا في مربع مدرسة شادية أبو غزال في منطقة الفالوجة في شمال قطاع غزة، وهرع النازحين والمواطنين أيضا من تلك المنطقة إلى وسط معسكر جباليا هربا من آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار باتجاه النازحين. لأن نتحدث مرة أخرى نعم